مدارس تونس هي جمعية غير حكومية هدف نتاعها نشر ثقافة الرياضة وبعث المشاريع في المجتمع التونسي، وأعطى أكثر كفاءات لتحسين تشغيلية شباب تونس، ونقوم بتقديم برامج في 3 محاور أساسية. البرامج هذه برامج تكميلية للبرامج الرسمية في المنظومة التربوية التونسية، عملت أفرزت المستوى نتاعها العالي في نجاعة التحسين التشغيلية والبعث المشاريع للشباب في العالم كامل. ليفينمون تاع اليوم مغرب بريدج، هذا برنامج ما بين 3 بلدان تونس والجزائر والمغرب، الهدف نتاعه خلق مشاريع في مجال الريادة المجتمعية في محاور أخذناها من محاور التنمية المستدامة للأمم المتحدة تاع 2015، والفرق هذوما ثم 48 شاب وفتاة من الجزائر وتونس والمغرب، 16 من كل بلاد، 8 خلطناهم مع بعضهم وخملنا 4 فرق، كل فرقة فيها 4 توانسة 4 جزائرية 4 مغاربة، باش يخدموا على محور من المحاور. والمحاور اللي أخذوهم ليدوكاسيون الصحة، الانفراستركتور اي الاندستري، والرابع الطاقة المتجددة والبديلة. واليوم باش يقدموا لنا الأفكار نتاعهم وباش نواصلوا التأثير نتاعهم حتى لآخر جويلية، وفي آخر جويلية إن شاء الله باش نقدموهم أمام عديد من المستثمرين اللي باش يستثمروا في الشركات نتاعهم هذه. وهذه الشركات هذه باش تشتغل على كامل المرشي المغربة تونس والجزائر والمغرب، باش نجيبوا ناس ممولين اللي هم مستعدين باش يحطوا يضخوا اموال في الشركات هذه على استعداد تام، على شرط طبعا اذا كان يكونوا الافكار هذه والشباب هذم في مستوى باش الناس تستثمر فيهم. الهدف نتاعنا باش نخرجوا اقل شيء 3 مؤسسات، وكل واحده في بلاد وفيها اطارات من 3 بلدان، وباش تكون مثلا السياسة السوسيال في تونس عندها فيليال في الجزائر، عندها واحدة في المغرب، في المغرب فيز فرسا انسي سويت. Donc l'équipe Mag Up, une start-up maghrébine dont Télécom, dont ses membres sont 4 Algériens, 4 Marocains, 4 Tunisiens, pour présenter un projet qui traite la thématique de l'innovation, l'infrastructure et l'industriel. On est là pour présenter notre idée. Notre projet consiste à traiter cette problématique avec une poubelle intelligente, innovante comparée à celle qui existe déjà sur le marché. Elle est dotée d'un système de compactage IoT. La touche personnelle de notre start-up, c'est un système de récompensation pour les usagers de cette poubelle. C'est pour encourager le citoyen maghrébin à changer ses habitudes, à trier ses déchets et changer complètement la gestion des déchets du monde maghreb. اسم المشروع تاعنا أسرم، هو معناتها كلمة تفاؤل باللغة الأمازيغية، وهي الكلمة المشتركة بين 3 بلدان في المغرب، بين 3 بلدان المغرب. مشروعنا هو مركز للتوعية ولمرافقة الأطفال المصابين بمرض التوحد. هذا المركز راح يقوم بمش فقط أعمال فنية ورياضية وإلى آخره، ولكن راح يقوم برياضيات، فيزياء، أمور متطورة أكثر، تكنولوجيا، روبوتيك، أوتوماتيك إلى آخره، لأنه إحنا بنؤمن أنه المصابين بمرض التوحد هم أشخاص عباقرة عندهم قدرات أكثر من أنه يعملوا أمور فنية بسيطة. فراح نكون في مجال آخر يتركز عليه مشروعنا هو توعية العائلات، لأنه بشوف أنه في معظم العائلات اللي فيها أطفال مصابين بالتوحد يكون فيها طلاق، توتر، الأطفال الآخرين يكونوا منزعجين. إذا إحنا هدفنا أنه ما يصيرش هذه الأمور، فأنه نغير في حياة العائلات اللي عندها أطفال مصابين بالتوحد. إحنا مغرب إي هيلث تابعين انجيز، انا جو سوي سلمى بوراس من الانستيتيو سوبيريور دو تكنولوجي ميديكال. اليوم جينا لهنا باش قلنا اون فا بريزونتي نوتر بروجي اون سوليوشن بور لونجستريمون دي دوسي ميديكال، لا ديجيتاليزاسيون دي دوسي ميديكال. ما عرفش باش ولي عندنا دي بابي باربيي بارتو، لي بيلان، الاوراق هذيكم، لي اناليز، لي ايماج راديو اي تو سا.
او ميم طون نحبوا نوليو في لي بلاص في بلايص في تونس في المغرب في الجزائر لي اندرو لو ديزير ميديكو نوليو عنا نجموا العبيد اي كونتاكت لور ميدسان اون ليني سي لا او كونسلتاسيون هذه حاجه موجوده ما احنا نحبوا نزيدو اون فو ديفلوبي سا في تونس وفي المغرب وفي الجزائر بور لاستون تاوي كافي جويليا 2019 اون فالي لانسي نوتر ستارت اب في المغرب بيسكو عندنا ديزافونتاج فيسكو بار لا سويت ديسي 2021 نحبوا نكملوا في الجزائر وفي المغرب وفي تونس انت تولي تنجم تكونسلت طون ميدسان اون لين مي غير ما تو دو بلاس هكا بور 200 كيلومتر ولا نعرف فما بلايص في تونس حتى الميدسان تلقاهوش في الويكاند انت عندك تنجم تلقاه بور اون اورجونس وساعات تبدا تخدم وعندك صغار و معناتها بارفوا سي جينون دو سو ديبلاسي دونك احنا نحبوا نعملوا عملنا ديجا اون بلاتفورم كي اوبيراسيونيل اون سيمولاسيون ونستنيو تو ويكا في الفينانسمون من عند الانفستيسور نتاعنا بيان سور باش تولي انت تنجم تو اكسيت شوف دي سبيسياليست اون ليني تحكي معاهم شوف اسكو لازمك اون كونسلتاسيون فيزيك باسكو بارفوا اون سي تري بيان كو لازمك اون كونسلتاسيون فيزيك تو ابلي افوار ان ميدسان بري دو شي توا ولا اون تو دون اون ريكومونداسيون باردون